السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد الأمين من قناة الأمين. وقبل أن نبدأ، لماذا لا نصلي على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا عليه وسلموا. ما راح شد لكم حتى ثانية ولا زوج ثواني ولا ربعة ولا خمس ثواني من وقتكم. إذا صلوا على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. المهم، كما قريته في العنوان، تربية إسلامية في أسبوع، و سيفري كاين ناس طبقوا هالطريقه ونجحت معاهم، وناس ما دايرين لا غير لا والو، سما ما عندهمش وقت على المراجعه، ولكن نفعت معاهم هاد الطريقه. طريقه حفظ التربيه الاسلاميه في مده اسبوع، خصص لها اسبوع، بقي لك 100 يوم، خصص 7 ايام من هاد 100 يوم راجع فيها تربيه اسلاميه، احفظها بالكامل، تتهنى منها، وحتما راح تعاونك سيرتو اذا ديت فيها الساز والفوق، راح تعاونك بالبزاف سيرتو اذا كنت تحوس على المونسيون. وهذه الطريقه جربوها ناس، هما اللي بعثوها لي، جربتها طفله وبعثت لي، قالت لي بلي نفعت معي هذه الطريقه، ممكن تشاركها مع المشتركين ولا المتابعين ولا خوتك تاع الامين. لا مرحبا، اذا نجحت معك حتما راح تنجح مع طلبة تاع البكالوريا. الطريقه واش فيها؟ الاحد عندك من 3 تاع الصباح حتى 4 تاع الصباح وسائل القران في تثبيت العقيده. التربيه الاسلاميه عندك ساعه كل درس، طيب. الاحد عندك 4 سوايع، 2 4 3 4 الاربعاء 4 والخميس 3 سوايع. المهم، الاحد قلنا بلي عندنا من 3 للربعة وسائل القران في تثبيت العقيده، درس تاع وسائل القران في تثبيت العقيده من الثالثه صباحا حتى الرابعه صباحا. تقدروا تبدلوا نتوما توقيت على حساب القدرات نتاعكم، اذا كنتوا تسهروا خلوها حتى الليل، واذا كنتوا تنوضوا في الصباح الباكر فهذا شيء جميل جدا انك تنوض في الصباح الباكر وتريفيزي، باسكو هذاك هو الوقت اللي يكون فيه الانسان مليح ويكون مهيئ نفسيا باش يحفظ دروس. المهم، من 4 إلى 5 عندك موقف القرآن الكريم من العقل، من 5 إلى 6 الصحة الجسمية والنفسية في القرآن الكريم، من 6 إلى 7 القيم في القرآن الكريم. عندك لا أحد تكون حفظ 4 دروس. نمشوا الاثنين، عندك من 3 صباح حتى 4 صباحا المساواة أمام أحكام الشريعة الإسلامية، من 4 إلى 5 العمل وإنتاج في الإسلام ومشكلة البطالة، من 5 إلى 6 مشروعية الوقف، ومن 6 إلى 7 توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم في صلة الآباء والأبناء. المهم، عندك نهار الثلاثاء من 3 إلى 4 إطاعة الإيمان والعبادات في اجتناب الانحراف والجريمة، من 4 إلى 5 الإسلام والرسالات السماوية السابقة، من 5 إلى 6 من مصادر التشريع الإسلامية، ومن 6 إلى 7 عندك حقوق الإنسان في مجالات العامة والتعامل الدولي. وحاجة بغيت نشير عليها أخوتي، أنك بين كل ساعة وساعة تحفظ، كل ما تحفظ دير 5 دقائق برك، 5 دقائق ولا 6 دقائق ترتاح فيها، تصلي صلاتك وتعاود تولي منها، تكتسب طاقة جديدة وتولي تقرأ. عندك 4 سوايع في النهار تقدر تدير مراها أشياء أخرى. المهم، اليوم الأربعاء عندك حقوق العمال وواجباتهم، عندك العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم، النسب وأحكامه الشرعية، وعندك تحليل وثيقة الخطبة الوداع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والخميس عندك من 3 إلى 4 تحليل وثيقة خطبة الوداع رسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع الثانية، وعندك من 4 إلى 5 الربا ومشكلة الفائدة. عندك الربا عموما، الخامسة للسادسة عندك من المعاملات المالية الجائزة. المهم، هاد الدروس سيغتو اللي نوضو صباح بكري، عندك من 3 للسبعة تكون حفظ درسك، تمشي تقرأ عادي، تكتسب معلومات في المؤسسة نتاعك إذا كنت انت من النظاميين، إذا كنت من الأحرار تقدر تراجع فيها دروس التربية الإسلامية، وتقدر مشي شرط انك اسبوع هذا تقدر دير فيه بزاف صوالح، ولكن التربيه الاسلاميه تحفظها، متاكد انك راح تحفظها في اسبوع. المهم، ان شاء الله ينفعكم هذا البروغرام، وان شاء الله تخدموا به، واللي مازال ما بداش يبدا دركا وما يتحلاش المورال، ابدا بالتربيه الاسلاميه، ابدا بالتاريخ والجغرافيا، ابدا بمواد الحفظ، ابدا بمواد الثانويه، وما تنساش المواد العلميه لانها هي عندها نصيب الاسد في المعدن تاعك، وهي اللي تحدد لك الحقيقه تاع المعدن تاعك، اسكو تقدر دير طب ولا ما تقدرش دير طب، ولا دير مدرسه عليا ولا لا.
الحساب واش راك باغي. المهم لا علينا، نتلاقاو في فيديوهات اخرى في امان الله.